أخذنا الإجازة 4 أيام، أنا طلعنا على الشام على دمشق العاصمة. طبعا أبي كان مستأجر بالفندق. طبعا رحنا فورا على الدكتور، دكتور أسنان أول شي، لأنه كان وضع أسناني سيء جدا، لا أقدر أكل لا أقدر. رحنا على دكتور أسنان، يوميتها كمان صادفت بعائلة مرة عنده ولاد 2، ولد وبنت، كانوا كمان جايين عند دكتور أسنان. فصار الحكي إنه غرفة الانتظار، وأنا كنت بالسجن. فزوج المرة هي كان كمان مسجون مفقود قبل ما بتذكر المدة، بس لا سنة تقريبا، كان قبل سنة مفقود زوجي. فصارت يعني صارت تبكي وصارت تسألني، يعني كمان فاقد الأمل، ما بتعرف إنه زوجي عايش ولا. وكثير مثل حكايته، مو بس هي، كثير عالم مثل حكايته. فصارت تسألني، يعني تعرف أنت الواحد لما بيسأله إنه شفتوا شيء، أو يعني اسم أو شيء. فسألتني، ما يعني طلعت عليه كأنه يعني حست إنه في شيء، يعني بدي تسأل، بدي بلكي إنه شايفه يعني. بس لو قال لي إنه شايفه أو بعرفه أنا، كان يعني ارتاحت كثير. قلت له ما بعرف شيء أنا، ولا يعني ولا التقيت في الشخص هذا، ولا سمعت بالاسم. المهم خلصنا من دكتور أسنان، رحنا لعند دكتور العظمية كمان مشان أصابعي، لأنه حكيت لك تكسروا بال. فخلصنا من الدكتور العظمية، أخذنا موعد ثاني، رحنا على الفندق، قعدنا. طبعا أنا من أول ما شفت أبي وأخي سألت عن أمي، سألت قالوا لي منيحة وبس مريضة وما قدرنا نجيبه. المهم كل مرة أسأل بدي أحكي معه، يقولوا لي ما في تليفونات. طبعا كان في تليفونات بالمنطقة، كان في تليفونات تركية، طبعا سوريا كانت مقطوعة، كان نحن عايشين على مدينتنا، ضيعتنا صاير على الحدود التركية، فكان في تليفونات تركية. بسألهم وقلوا انه ما في تليفونات، ما في شيء بدي احكي معها، ما قلوا لي ما في تليفونات، ما في اتصال نهائيا، لا انترنت نهائيا، ما في شيء. يعني يقولوا انه ما في اتصالات، خلاص ما تقدر تحكي معه. ف يعني اقنعوني انه ما في اتصالات. ف بعد 4 ايام قعدنا، ظلت قاعد بالفندق، مطلع بنروح من يعني بتمشى بعد 4 ايام رجعنا على الكتيبة، رجع لقينا القائد الكتيبة اخذ اجازة، رجع المستلم بعد القائد الكتيبة اعطاني اجازة كمان 4 ايام، قال بعد 4 ايام يجي قائد الكتيبة ترجع. انا طبعا انا مسرح تسريح مؤقت، جاي امر باسمي واسم الشاب اللي معي، تسرح تسريح مؤقت، تسريح المؤقت يعطونا تسريح، امتى ما طلبونا بنرجع، لازم نرجع عالجيش الخدمة. فبعد 4 أيام كمان رحنا على الدكتور العظمية، قال إنه بده عملية. المهم خلصنا، خلصوا 4 أيام، رجعنا على الكتيبة، لقينا قائد الكتيبة موجود. فبدك تسوي أوراق مشان التسريح، سوينا الأوراق مشان التسريح. أبي طبعا كان معي بنفس اليوم، قائد الكتيبة قال إنه تخلص الأوراق نفس اليوم وتروح. خلصنا الأوراق نفس اليوم، طلعنا. ما كان
بدنا نقطع بالطيارة على مدينة القامشلي، صار جنب ضيعتنا جنب مدينة القامشلي محافظة الحسكة في مطار. فقطع أبي الطيارة، طلعنا أنا أبي بالطيارة، أخي ظل بالشام لأنه كان أخي وأختي وجوز أختي كانوا موجودين، كمان أختي مريضة كانت موجودة بالشام وظل معهم، كانوا بدو يطلعوا بعدنا بعد ما. فطلعنا بالطيارة قطعنا، كان المساء يعني تقريبا المغرب يعني بعد غياب الشمس. الطيارة تبعنا طلعنا بالطيارة وصلنا على القامشلي، وصلنا على القامشلي. أنا يعني أنا متوقع أنه أمي تكون موجودة، أول أشخاص الموجودين عم يستنوا عم ينتظرونا بالمطار، أول شيء أمي، يعني ماني متوقع حدا يعني نهائيا. اللي اجوا كانوا يستنون، ما توقعت حدا منهم الا امي. يعني اجينا وصلنا، ممنوع يفوتوا لجوا على المطار، طلعنا من المطار نحن. اول ما شفت اخي وعمي وابن عمي عم يستنوا، طلعت ما في أمي، سألت قالوا لي ما أجت معنا بالبيت. وأنا أنا يعني ما صدقت إنه يعني لسه في عندي شك، إنه يعني شكيت، صار عندي شك إنه يا أما مريضة مرض شلل أو شيء صايب شيء يعني ما ب... يا ما 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 فكرت انه متوفي. ف اقنعوني انه بالبيت هي ومريضة شوي. هون وقعت على الارض فقدت الوعي. طبعا انا كان عندي لحد الان يعني بروح على دكتور هون بالمانيا براسي، يعني تجيني احيانا صدمات عصبية، مو عصبية ما بعرف يعني، بالبدايات كنت أخبط راسي على الأرض من الوجع وقعت على الأرض فقدت الوعي. المهم لما صحيت كانوا على الطريق راجعين باتجاه الضيعة تبعنا، المدينة الضيعة. فبيت عمتي ابن عمه لأبي عمي ساكنين بمدينة قبل ضيعتنا بشي 20 كيلومتر، فقالوا بدنا نمر لعندهم لأنه في عالم عم يستنوا هلأ بالبيت، في عالم كثير وما راح نقدر ننزل ناكل نتعشى ونكمل. فأنا قلت له لا بنخلونا نروح لأن بدي أشوف أمي أنا يعني. قالوا لا خلينا ننزل شرط ربع ساعة ونطلع. نزلنا سووا أكل على السريع، أكلنا ونحن خلصنا أكل. فأبي أنا أول ما طلعت أنا بعد ما طلعت يعني بالأيام اللي كنا قاعدين معه بالشمس، كان يقول لي يعني إنه أنت يعني بتآمن بالقضاء والقدر والشي اللي كاتبه الله. قلت له طبعا الشي اللي كاتبه الله نحن ما بنقدر نغير، يعني ما بنقدر نغير شي، يعني هذا الشي بده يصير علي وعلى غيري. طبعا هون ما حكى لي شي، يعني أنا فكرت إنه حكي عادي. فرجع قال لي وقتها، قال لي انت قلت لي ما كنا بالدمشق، قلت لي انت بتآمن بالقضاء والقدر وانه بالشي اللي بيصير اللي الله بده يصير اللي الله كاتبه. قلت له طبعا.
فهون يعني أنا صار عندي شكوك قوي، إنه قلت لهم فورا، قلت لهم أمي مريضة يعني شلل أو شي أو 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 شي يعني. قالوا لي لا، قلت لهم كان شو، فسكتوا. ولما سكتوا عرفت أنا إنه ميت يعني متوفية. فصرت صيح أنا، يعني عرفت أنا خلاص، سكتوا هن وقلت لهم إنه هي ميتة، سكتوا. فعرفت، فصرت صيح بالدنيا ليل، صرت صيح وخذوني لعنده مكان ما، وين قبره وين، خذوني لعنده. صاروا يصيحوا يعني يهدوا فيني، ما يعني شو يعني، أنا بعد اللي صار فيني هذا ولسه بسمع هلأ خبر إنه أمي توفت. فلهلأ في كمان يعني صوته معلق براسي، لم قبل ما أفوت على السجن بيوم حكت معي، كان يحكي معي على التليفون. فأنا كنت يعني، كان لما حد يدق عليك تقدر تحط حكي أو موسيقى أو، فكنت محط أغنية أنا، لو أشوفك أنسى كل ناسي، كل الناس وأضمك. فقالت لي هيك هي، سبحان الله، هي آخر كلام يعني، هي آخر كلام سمعته منه. المهم أخذوني مكان القبر، يعني قعدت فوق القبر وصرت أبكي، يعني ما بعرف يعني، ما شيء ما بينوصف. فظليت فترة شي ساعة فوق القبر. المهم شالوني غصب عني، ما كنت بدي، شالوني غصب عني، أخذوني. طبعا الدنيا ليل، جو يعني ليل، فأخذوني على البيت. رحت على البيت، ولا في عالم كثير يعني بالبيت عم يستنوني، يعني أنا طول هالفترة يعني ما بيعرفوا إنه ميت ولا عايش، ولا في عالم كثير يعني أجوا قالوا إنه، يعني في عالم كثير قالوا إنه إحنا خلص، إحنا فقدنا الأمل وقلنا إنه أنت ميت، نسيناك يعني. يعني متت انت وخلاص ورحت، وعم نقول انه خلاص حذيفة الله يرحمه مات خلاص. رحت على البيت وصلت، لقيت العالم ظليت فترة يعني، اروح الصبح والمغرب والظهر بالليل لعند القبر عند امي، وقعد أبكي لحتى أرتاح. طبعا بالحال كمان أنا كنت مريض، يعني أخذ دواء عشان حالة اللي بيصير معك، ولا بشي بتاخذ دواء ولا شو؟ كنت ولا أخذ بس؟ دواء مشان الأسنان ومشان الحالة اللي بتصير معي، وفي كمان ما كنت أقدر أشرب المشروب، مثلا الشاي أو القهوة أو الشي الساخن أو الشي البارد، ما بقدر أشرب يعني. أكل ما فيني أكل كثير، يعني شلون أكثر من السجن يعني، ما كنت أقدر أكل كثير يعني، لأنه تعودت سنتين أكل قليل، ما فيني مباشرة، ما في الواحد ياكل مباشرة، يصير ياكل اكل كثير، ما كنت اقدر اكل كثير. والمشي ما كان منيح، جسمي كان يعني كنت ضعيف، يعني عظام جسمي كانوا يبينوا، عظام جسمي كلياتهم كانوا يبينوا، يعني تقريبا لما طلعت من السجن مثل الهيكل العظمي يعني. ما ف
ظليت هيك على هالحالة فترة، بعدين رحنا على دكتور بالمدينة اللي نحن فيها، مدينة القامش، لي مشان ايدي، مشان اصابعي، اكثر شي مشان الاصبع اليمين، بالايد اليمين كان مكسور وكان عم يوجعني بالبرد، والاحيان بالبرد ف رحنا عند الدكتور فاعطانا موعد انه بدنا نسوي عملية سوينا العملية، ما مش الحال، الدكتور كان سيء ما بعرف شو، بس يعني الاصبع الى هلا مو يعني مو نظام، يعني الدكتور ما عارف يزبطه، يعني لا ما فيني اسوي فيه شيء، اصبعتي يعني اعتبر ميتة، اصبع ميتة بايدي. بعدين ظليت هيك يعني بالبيت قاعد، بطلع بالضيعتي بطلع بروح، ظليت لفترة يعني تقدر تقول شي بعد ما طلعت من السجن سنة، طلعت على تركيا تهريب، فت على تركيا، قعدت بتركيا شهر ونص تقريبا أو أقل، بعدين يعني أنا لما طلعت على تركيا ما كنت بدي أقول، بدي أقول لأبي إنه أنا بدي أطلع على ألمانيا أو أطلع على أوروبا، لأنه ما كان راح يرضى، خلاني أروح على تركيا، قلت له بروح على تركيا فترة وبرجع، يعني ما كان بده يتركني، ما بده يعني قال لي، يعني كان يقول لي على طول يعني إنه أنا فقدتك سنتين، ويعني يعني فكرتك متت، بعدين رجعت وعايش وطلعت وبدك تروح، فقلت له يعني أنا كمان كنت أفكر، يعني كنت عم أفكر بالوضع، يعني الوضع جوا أنه ما في، يعني ما فيك تعيش ولا في، يعني وضع سيء بالنسبة للنظام، يعني أسوأ من السيء، أنا كمان صرت مطلوب، يعني مسرح تسريح مؤقت وطلبوني، بعثوا لي أوراق من الكتيبة أنه أنا لازم ألتحق بالجيش، طبعا هيك أنا صرت هلأ مطلوب للنظام. فطلعت على تركيا بعد شهر ونص، قلت له أنا قلت خلاص أنا بدي أطلع على ألمانيا. المهم أبي أول شيء ما رضي، بعدين رضي يعني لما شافني مصر، أنا يعني خلاص أنا مصر بدي أروح خلاص، يعني ما كان يزعجني ولا كان يعني شو بدي يسوي لي، يعني ما يحب حدا يزعجني ولا هو يزعجني. فعندي أخ بالسعودية، طبعا أخ بالسعودية صار كمان ما شفته صلي تقريبا من 2011 لهلا أنا ما شفته أخي، وعندي أختي كمان بالسعودية كمان نفس الحالة، بس أختي شفته ب 2012 يعني، وعندي أخ بلبنان، كان عندي في أخ بتركيا، فأخي اللي بلبنان بعث لي مصاري، بعث لي 1000 دولار، وأخي اللي بالسعودية كمان بعث لي 1000 دولار، 1200 دولار يعني، وأبي بعث لي يعني شي 3000 يورو، 3000 يورو بعثوا لي. طلعت على مدينة اسمها أزمير تركية، صايرة على البحر، طلعنا
تهريب بالطريقة المعروفة صارت يعني بالبحر، كان العالم كله بيعرفوه. طبعا كانت صعبة يعني، يعني الواحد كان على الموت يعني طالع. طلعنا على اليونان الحمد لله، كانت يعني الله من أول مرة يعني طلعنا وتيسرت معنا ووصلنا بخير وسلام كلياتنا، كنا 50 واحد يعني. واليونان، باليونان بالجزيرة قعدت 4 أيام. بعد اليونان، بعد الجزيرة رحنا على أثينا بالباخرة، طلعنا على أثينا، من أثينا طلعنا بالباصات على مدينة على الحدود المقدونية، بعيد المدينة تقريبا شي 1 ساعة عن الحدود، المسافة كبيرة يعني. مشينا من المدينة للحدود، فتنا على مقدونيا، طلعنا بالقطار. مقدونيا طبعا بيطلعوا الواحد بالقطار من أول ما بفوت، بيطلعوه قطار بنزلك على حدود الصربية، نزلونا على حدود الصربية، لاقون طبعا كان في عالم يعني، بصربيا ما احنا ما اخذنا، ما يعني ما في عالم ساعدونا ووزعونا شي يعني، مي مثلا او شي يعني، انت تكون ماشي يعني ماشي فترة مسافة طويلة ومي وهيك شي الا بصربيا. بصربيا اول ما فتنا وزعونا اكل وعصير ومي يعني، نحن بصراحة يعني أنا بالنسبة لي ما كنت محتاج، بس كان عندي شنطة، وكنت مهم. فتنا على صربيا، مدينة على الحدود، بتطلع باص بياخذوك على مكان، على كامب بدك تسوي، كانوا بيسموه الخارطية والوراق تبع انه التسجيل انه انت فتت على البلد هذا. طلعنا من صربيا على حدود الهنغارية، وصلنا على حدود الهنغارية طبعا كمان مشينا يعني من صربيا، من المدينة اللي سوينا فيها الوراق الخارطية للحدود، ضيع على الحدود باصات. طلعنا تقريبا شي 5 6 كيلومتر بعيد عن الحدود، نزلون هنيك، ينزلوا عالم هنيك، وبعدين عالم تمشي وتروح على حسب، في عالم تروح بباصات، في عالم تروح، نحن رحنا ماشي مجموعة كبيرة على حدود الهنغارية. فتت أنا والشباب اللي معي، وصلنا على الحدود، في شباب معنا ظلينا ثاني يوم، طبعا الجو كان بارد وما في شي، لا نتغطى بشي ولا يعني، الجو بارد كثير يعني، كمان كانت صعبة. فاتوا في شباب ثاني يوم الصبح، شباب معنا فاتوا تهريب، فاتوا لجوا على الهنغاري. نحن فتنا كمان، سلمنا حالنا، انا سلمت حالي للهنغاري، السلطات الهنغارية، وبعدين رجعت طلعت. لما بدك ترجع على صربيا ما بيخلوك ترجع. المهم رجعت طلعت، رجعت بعد 2 3 ساعات، رجعنا فتنا أنا وابن عمي، وفي معنا كم شباب طريق ثاني، فتنا بدون ما نسلم حالنا طلعنا كمان
على عاصمة الهنغاري بودابست. ف ضلينا شي 3 أيام 4 أيام نروح على الفنادق، ما حدا بيرضى يفوتنا، عندنا مصاري وعندنا كل شيء، ما حدا يرضى يفوتنا، نومنا نمنا بالحديقة بالحدائق 3 أيام 4 أيام. بالوقت هذا أنا كانت مسكر كل شيء، يعني كان مسكر الطريق على ألمانيا. بعد 3 4 أيام أنا قاعد بالرحنة، كنا نطرق على محطة القطار بانهوف بودابست. فيوميتها فتحوا القطارات على ألمانيا، يوميتها طلع قرار من الحكومة الألمانية إنه يفتحوا الطريق، يمشوا القطارات. يوميتها أنا بأول يوم من القطارات، من أول القطارات اللي طلعوا، طلعنا على النمسا. بالنمسا كمان نزلونا بالبنهوف بفيينا، أعتقد بفيينا، ما بعرف وين بالضبط. وساعدونا كمان العالم، كانوا وزعوا أكل ووزعوا مي، وكان في أطباء. والصبح بعد، يعني وصلنا بالليل، نحن نصلي بعد قبل ما يصير الصبح، طلعونا بالقطارات على ألمانيا، على ميونخ. وصلنا ميونخ الصبح، كانوا بدهم ياخذونا، يعني جمعونا كلياتنا مجموعة واحدة، كانوا بدهم ياخذونا كلياتنا، يعني انه يوزعونا على ألمانيا على المدن. فأنا يعني أنا هربت الصراحة، هربت أنا وابن عمي. كنت ابن عمي كان يعرف له صديق هون بألمانيا ببريمن، على أساس كنا رايحين على بريمن. طلعنا بالباص من ميونخ على اتجاه بريمن، وصلنا على كولن، لازم نبدل الباص بكولن، ما بدلنا، كنا نايمين. كمل الباص على دوسلدورف، وقف بدوسلدورف. أولاد عمي قريبين من دوسلدورف، اتصلت عليهم قالوا لي تجي لعنا، اجيت رحت لعندهم 3 4 أيام قعدوني عندهم. بعدين رحت سلمت حالي بمدينة اسمها بيليفيلد، نقلونا من بيليفيلد نفس اليوم على بوخم، قاعدين بوخم أخذونا على الكامب. فقعدنا بالكامب بوخم لانجندية، فقعدونا هناك بالكامب، يعني أول فترة كانت شوي صعبة. بعدين يعني ارتحنا شوي، بس الوضع كان منيح، يعني خلص انه نحن وصلنا، يعني ارتحينا، يعني انه خلص انت تعرف حالك، انه يعني ما عندك تمشي ولا عاد عندك، خلص انت وصلت المكان اللي بدك اياه، ارتحت النفسية شوي. يعني وضع الكامب كان منيح. بعد شهرين نقلونا على، صار في فرز، يعني كل فترة بصير فرز، سووا فرزونا ترانسفير. أنا انفرزت على مدينة اسمها دولمن،
ترى من نوردغاين فيستفالن مونسترلاند. قعدت في المدينة فترة، كنا قاعدين ببيت جماعي مثل الكامب بس صغير، يعني جماعي، كنا قاعدين شي 15 واحد. فأنا يعني بالبيت، لما كنت بالبيت بالفترة هي أول شهر، شهر ونص، رحت على المشفى 3 مرات، كانت 4 مرات كانت تجيني الحالة المرض. في مرأة ألمانية كانت تجي لعنا، هي تساعد اللاجئين، يعني هي كانت تشتغل بالفلوتشلينغ غاد، فكانت تساعدنا. المهم يعني شافتني أنا مريض، ف يعني أنا طلبت منها مساعدة إنه يعني تلاقي لي بيت أو، فساعدتني، لقت لي بيت وساعدتني بفرش البيت، ساعدتني كثير يعني، سويت لي شيء كثير، ساعدتني بفرش البيت، دفعت مصاري من جيبته، وفي عالم كمان بعثوا لي مصاري، يعني تبرعوا لي مصاري في عالم. وهي كان إلى اليد، يعني اليد الأكبر بالمساعدة. انتقلت على البيت وارتحت، يعني رحت على المشفى بعده 2 مرات 3 وأنا بالبيت. ورحت على دكتور، أخذتني على دكتور خصوصي بأمراض الرأس والعصب، وأعطاني دواء، وعم بشرب دواء كل يوم، عندي كل يوم المساء حبة واحدة المساء. وضع منيح، سجلت، حكينا معها هي المرة هي، أنا والشباب اللي كانوا ساكنين معي كما أنه سجلنا مدرسة، فسجلنا مدرسة، دومنا كورس، ومن فترة قصيرة أنا قدمت، يعني بعد أول شي سويت كورس في البداية 3 شهور، وبعدين رجعنا سجلونا بكورس 6 شهور. من فترة قصيرة قدمت امتحان مرحلة، امتحان البي اينز، ولسه النتائج ما اجت، بس ان شاء الله. بالنسبة للإقامة، انا هون بألمانيا من 1/9، 1 نوفمبر، 1 سبتمبر. 1 سبتمبر، اجيت على ألمانيا. انا كنت 1 سبتمبر الصبح كنت هون بميونخ بألمانيا، 2015. 2015 طبعا. يعني انا هلا، نحن اليوم هون تاريخ اليوم، يعني 20 ديسمبر، لحد الآن ما عملت محكمة، والمحكمة الثانية ما عملتها، كان في يعني أسباب مشاكل من مريض أنا كنت، يعني فما رحت على المحكمة الثانية. فقدمت أوراق للمحكمة عن طريق المسؤول من اللاجئين بالمدينة عنا، انه انا عندي اوراق من الدكتور، بعثتهم انه ليش السبب، انه ليش ما اجيت على المحكمة. بعد فترة اجاني بريد بوست انه تم توقيف طلب اللجوء تبعي،
ورحت لعند الشخص هذا المسؤول عن اللاجئين بالمدينة، قدمت له، أعطيته البوست، فحكى مع المحكمة، قالوا له إنه هيك هيك إنه ما أجي، قلنا بعثنا لكم أوراق ما المهم قالوا إنه بدي إياه أعين محامي، ما حكى لي إنه يا تعين محامي يا هو بيحكي لي شو بده يسوي، يعني هو قال لي إنه أنا بفكر برد لك خبر إنه شو بدي أسوي، لحد الآن ما رد لي خبر، يعني ما الشغل ما صار لي يعني شي أسبوعين الحكي. طيب بدي أسألك هيك كم سؤال على السريع، ماشي. أكثر موقف هيك كان جدا سعيد بطفولتك، يعني أنت كان هذا الموقف إذا بيصير أنت بتكون بقمة سعادتك، ممكن بعلاقتك مع أهلك، مع طفولتك، مع أصحاب، مع عالم، مع القرية نفسها، شيء كان يخليك بطفولتك كثير سعيد. كنت يعني لما طلبت وأنا صغير، طلبت من أبي يشتري لي بسكليت، أو يعني يومي أبي قال لي ما راح أشتري لك، فبعد فترة كم يوم أبي راح على المدينة راح يشتري أغراض، ف صح علينا طبعا من الشارع، قال انه طبعا هو كان منزلين الاغراض من السيارة وحاطينه عند باب البيت، ف طلعت انا برا عند الشارع على الباب، طلعت هيك ولا في بسكليت، طلعت هيك على ابي، الله صاري لمين هذا؟ قال هذا لك. هذا اكثر يوم كنت تعرف انت ولد صغير، ولما يجي يعني بده شغله بسكليت او هيك يعني لعبه بينبسط كثير هيك. هي طيب شو اكثر موقف كان سيء بطفولتك، يعني موقف زعلك بطفولتك جدا، زعجك او زعلك او بكاك؟ كانت طبعا وضعنا المادي، يعني بالنسبة للعائلة نحن وضعنا المادي ما مو سيء، بس يعني بين السيء والعادي يعني، ف أمي كانت مريضة، أمي معي كان مع مرض قلب بالقلب، ف كانت مريضة كثير أمي، أبي ما الصراحة ما يعني تأخر شوي لحتى أخذ على الدكتور، يعني انا كنت اروح اطلع عليه يعني بقول هلا بتموت، صرت ابكي يعني بروح لحالي باخذ بالغرفة ببكي، لحتى يعني رحت واحدة من المرة طلعت لعندنا، رحت على الغرفة اللي هي فيها، طلعت يعني كان نفس خفيف يعني فكرت انا ميت، هذا اسوأ يوم كان الطفولة. طبعا لما كبرت في شغلات كثيرة سيئة مرت علي. طيب أكثر موقف سيء خلال حياتك بالمجمل؟ لما دريت أن أمي توفت، هذا أسوأ خبر بحياتي لحد الآن. لو أمك عايشة شو كان أنت ده؟
كنت قلت له كثير كثير، ما بعرف سؤال صعب، ما بعرف يعني. طب شو الجملة اللي ما قلت لها اياها لأمك وتندم انك انت ما قلت لأمك؟ ما انا ما قلت لها يعني انه كنت بزعلها بعض الاحيان لما كنت صغير ولما قبل فترة الجيش، بس ما ولا مرة قلت لها سامحيني. هي اكيد سامحتني، اكيد سامحتني، بس انا ولا مرة قلت لها سامحيني. يعني سويت ما غلطت وزعلت، بس ما قلت له المرة سامحيني، بس هي أكيد سامحتني. شو أسوأ موقف في فترة اعتقالك؟ أسوأ موقف كان بسجن صيدنايه، لما سمعت العسكري عم يحكي مع واحد من اللي كانوا بالزنزانات اللي جنبنا، عم يحكي معه عن حكي سيء عن أخته، عن أمه، عن أخواته بشكل عام، عن أخواته البنات وأمه. فخفت إنه يجي ويسوي معي نفس الشيء، هذا اللي خفت منه. ما كنت أخاف لا من القتل، الخوف الواحد من القتل صحيح، بس ما كنت أخاف مثل ما خفت أنه يجي يسوي معي مثل ما سوى مع الشخص هذا. شفت حالات اغتصاب بالمعتقل؟ لا ما شفت. أنا اغتصاب لشباب قصدي؟ لا اغتصاب للشباب ما شفت أنا، بس شفت قتل مو طبيعي، إجرام إجرام. يعني بيجوا 4 عساكر، بيمسك كل واحد يمسك من إيدين، 2 من الإيدين واثنين من الرجلين، ويبعد عن بعض، يشيلوا يرفعوه لفوق ويتركوه على الأرض. والأرض كانت تحت بلاط، يعني شو كان أفضل موقف في فترة اعتقالك؟ كان فيه شيء منيح في فترة اعتقالك؟ طبعا لا، ما في يعني، ما في لا ما في. ليش جيت على ألمانيا؟ أنا كنت من قبل ما اطلع لهون كنت مفكر يعني انه خلاص انه انا بدي اطلع على المانيا، بدي ارتاح، وبعد وانا مطلوب للنظام، وما بدي اشارك باي بقتل اي نفس، ما بدي هالشي نهائيا. لهيك جيت هون. شو بتخطيطك مستقبلك لألمانيا؟ شو وين تتخيل حالك بألمانيا بعد 5 سنوات مثلا؟ انا ما بدي شي الا بكون بامان، وكون عايش بكرامتي وبامان، ويكونوا اهلي بخير. هذا اللي بدي اياه، ما بدي لا مصاري ولا شي، ما بدي نهائي. بدي انه اكون عايش بامان وبكرامة،
ويكون عائلتي بخير وبلدي بخير، وبدي شغلة واحدة انه نخلص من نخلص من بشار الأسد ومن نظام، وتكون ترجع سوريا بخير. شفتك من فترة كاتب على الفيسبوك على هاي السيدة اللي انت عايش معها او شيء، امي او هيك شيء. ايه انا بقول لها ماما، وهي تقول لي ماين كنت ابني، يعني وتعاملني مثل ابنه. يعني اذا تروح يعني فترة براس السنة، انا بعيد ميلادي اشتريت لي هدية، يعني مثل ما تشتري لابنه تشتري لي، يعني امتى ما يصير عيد، امتى ما يصير فرح او شيء، يعني شو بتشتري لابنه بتشتري لي، يعني اي شيء، يعني ساعة مثلا اشترت لابنه اشترت اللي معه، يعني تعاملني مثل ابنه. وانا يعني بعتبر امي الثانية، يعني هيك، يعني انا بعتبر. شو أسوأ شيء صار صادفك بألمانيا؟ ما أسوأ شيء لما أجاني البوست تبع توقيف طلب اللجوء، هي أسوأ شيء مر علي. يعني شو في شيء بدك تقوليه ما حكينا؟ شيء إنه أنا متمني إنه تخلص الحرب بسوريا ونخلص من الظالم بشار الأسد ونظامه، وهذا اللي بتمنى، إنه سوريا ترجع بخير. هذا الشيء اللي بتمنى أنا. ممكن تقدر تنسى فترة اعتقالك؟ لا مستحيل شو اللي هو لا مستحيل؟ انه انسى الشيء هذا. ليش؟ انا لما بقدر بقعد لحالي بغمض عيوني، لما اكون بالبيت قاعد لحالي بغمض عيوني بتذكر اللحظة بلحظة، يوم بيوم، ما بنسى شيء. بتذكر العالم، بتذكر العالم، في عالم ماتوا بتذكرون، بتذكر القتل، بتذكر الكهرباء، بتذكر الحرق بالسيجارة، بتذكر المسبات، الحكي السيء. مستحيل انسى، مستحيل.